في مباراه اقيمت الاسبوع الماضي بين الاهلي وطنطا اللي انتهت بفوز النادي الاهلي بثنائيه، واحرز اهداف اللقاء اللاعب المتالق شادي رضوان اللي من هنا ان شاء الله بنتمنى له يعني ياخد فرصه مع الفريق الاول ونكون متواجد في تدريبات الفريق الاول. كانت كاميرا الاشبال موجوده في هذا اللقاء، نشوف اللعيبه قالت ايه بعد اللقاء ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. محمد سعيد عبد الاهل افضل لعيب لطنطا، شادي 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 مش انطلق، شادي هيصوب يصوب تصويبه، جول 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 جوه جول، هدف اول للنادي الاهلي عن طريق اللاعب شادي رضوان. شادي اتطرف وسند لنفسه وعدل الجسم ووجه بالقدم اليسرى في اقصى الزاويه اليسرى لمرمى الحارس مصطفى عمرو علشان يكون هدف اول للنادي الاهلي بتوقيع شادي رضوان. عاصم سليم يمسك كورته على مرتين، عاصم طويله من عاصم عدت عند حسام ياسين، حسام مش حسام اتلعبت لشادي، شادي 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 حط يا راجل، جول 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 جوه جول، هدف ثاني للنادي الاهلي، هدف ثاني للنادي الاهلي. يعني عايزين نشوف مين اللي حطها، حسام ولا شادي؟ شوف الهدف الثاني للنادي الاهلي، شادي رضوان سند ولم لنفسه وحسام ياسين وشادي، لكن حسام اعتقد حسام اللي كمل فيها، هدف ثاني حسام. الحمد لله على النتيجه النهارده فاروق، وفي ظل غيابات الفرقه بالكامل، يعني يمكن انا عندي فرقه ناقصه بالكامل، فرقه السنه اللي فاتت كلها الحمد لله بنادي، يعني الولاد النهارده كانوا كويسين الحمد لله. في بعض الغلطات طبعا انا نبدا ان شاء الله مع الشغل الاسبوع ده ونعالجها ونلعب، ونبقى الماتش الجاي ان شاء الله جاهزين ان شاء الله. طول عمرنا احنا اتربينا على كده، وان احنا بنلعب او بنمرن او بنجهز اللعيبه دايما للفريق الاول. يمكن الهدف اللي احنا بنعمله كله الفريق الاول، الفريق الاول هو اللي بيسعد النادي كله، بيسعد الملايين بتاعه الكوره، فالطبيعي ان احنا نخدم عليه، واحنا ان شاء الله او الحمد لله يعني يمكن في لعيبه طلعت الحمد لله تحت ايدينا كتير قوي من في الدرجه الاولى. احنا كمدربين في قطاع الناشئين واجبنا وده شغلنا، وربنا يسهل ان شاء الله. يمكن عشان ظروف والكلام ده فكل واحد بيبقى قدام الجون طمعان او عايز هو اللي يجيب الجون. يمكن انا ابدا اتكلم معاهم انه ما تخليكش دايما، خليك ايجابي، لو الكره مقفوله دايما الاصح تديها له. هبدا اتكلم معاهم يمكن، بس هي عشان ظروف الفرقه في الكلام ده فعايزين نخلص مستعجلين، ودي برضك هبدا ان شاء الله عليها. احنا دايما على طول بنتكلم في كده، يمكن الوضع اللي احنا فيه طبعا ما يرضيش اي حد، يمكن احنا كمدربين وكلعيبه، يمكن العيال الولاد بتكلم معاهم، يمكن بتكلم معاهم في كل مره ان ما ينفعش الشكل وضعنا ووضع النادي الاهلي اللي دايما بيلعب على بطوله واللي انتوا فيه ده ما ينفعش، ودايما بزرع فيهم على قد ما اقدر ان شاء الله الروح والعزيمه دي. يمكن انت بتشوفني سبب من انفعالاتي والكلام ده، يمكن انا بنقلها للعيبه في وقت معين، وبعرف اهدي امتى اللعيبه. اتمنى من كل قلبي يبقى دايما روح نادي الاهلي على البطوله. يمكن اللعيبه دي يمكن لسه، بس برضك في ناس لعيبه ما كانتش بتلعب خالص، وفي ناس لعيبه جداد، يمكن بنبدا واحده واحده كده بنزرع فيهم الروح والقلب، وان شاء الله يكون خدمه للفريق الاول. الحمد لله احنا الدوري ده الدنيا مهزوزه شويه معانا، بس الحمد لله احنا متعودين وتربينا في نادي الاهلي طول عمرنا ان احنا بنلعب لاخر ماتش، حتى في الماتش بنلعب لاخر دقيقه. طبعا كلنا شفنا مثال السنه اللي فاتت الفريق الاول كان فين، كان الدنيا برده مهزوزه شويه بسبب بطوله العربيه وبطوله افريقيا، وكان في اخر الجدول وفنش الدوري في الاخر، يعني حطم كل الارقام بصراحه ربنا. كل ماتش احنا ماشيين على نفس المنوال، بكل كلامنا واحد، ناخد الماتش بماتشه. احنا النهارده بنتكلم الماتش ده ما ينفعش يا رجاله، عيب في الماتش في ملعبنا. احنا الماتشات اللي فاتت الدنيا ما كانتش ماشيه معانا كويس، بس بنموت نفسينا يعني على قد ما نقدر. محدش يبخل، محدش يدخل بمجهود ولا بنقطه عرق، كله يموت نفسه في الملعب، وده اللي اتعلمناه طبعا في النادي الاهلي، ومش هتكلم طبعا فيها امثال كتير. طبعا المنافسه لسه موجوده، احنا الحمد لله ربنا كرمنا النهارده عشان تعبنا واجتهدنا وقدرنا نكسب ماتش صعب وناخد ثلاث نقط غاليين،
وان شاء الله هنحاول في اللي جاي ونركز ونحاول نرجع النادي الاهلي لمكانه الطبيعي تاني. احنا كل ماتش بناخد كل ماتش بماتش وبنجتهد وبنحاول، ومعانا جهاز فني محترم واداري محترم موفر لنا كل حاجه، بيتعبوا معانا جدا، احنا ان شاء الله بنحاول وربنا بيكرم. كان دايما بيقول لي ان انا اقفل الملعب مبقاش فاتحه وابقى اتحرك على كتير قدام وما ارجعش ورا كتير واغطي اللي ورايا دايما. دول كانوا هدفي الاهلي في مباراه طنطا. كابتن احمد سراج اتكلم عن نقطه مهمه جدا، 2001 عندنا ما شاء الله من الفرق اللي داخل قطاع الناشئين مليئه بالمواهب، يعني لو عددنا اللعيبه اللي موجوده في 2001 اي حد ممكن يطلع يلعب فريق الاول. عندنا عربي بدر، عندنا شادي رضوان، عندنا احمد اشرف، عندنا محمد اشرف، عندنا مغربي، عندنا اتنين حراس مرمى دايما متواجدين في منتخب مصر الشباب مع كابتن ربيع ياسين، عاصم سليم وحمزه علاء، فما شاء الله عندنا لعيبه كتير، وعندنا محمود صابر. 2001 كان دايما بحقق البطوله وبحقق البطوله قبلها بكتير كمان، قبل ما تنتهي البطوله بحوالي 5-6 مباريات. لكن السنه دي للاسف الظروف يعني مش ماشيه معاهم، بمعنى ان عندهم اصابات قويه جدا، 5-6 اصابات يعني بتغيب لحوالي 4-5 شهور، فده مأثر على نتائج الفريق السنه دي. لكن كلعيبه ما شاء الله عندنا فريق 2001 فريق جيد جدا، فريق بيضم عناصر طيبه، وكمان يعني اللاعب احمد اشرف يعني لعيب من اللاعبين الجيدين رجع مره اخرى، وان شاء الله بنتمنى له السلامه اكتر ويقدر يشارك خلال الفتره اللي جايه بصفه مستمره. ده كان لقاء بعد مباراه الاهلي وطنطا مع لاعبي الاهلي. نشوف ايضا رئيس قطاع الناشئين في طنطا ولاعبي طنطا قالوا ايه. النهارده عندنا القطاع الناشئين، يمكن في حسام محمد، في عبد الرحمن الدح، في دلوقتي ولد عندنا اسمه شهاب فتحي في 2001 منتخب مصر وبتمرن مع الدرجه الاولى، وفي مجموعه كويسه جدا في جميع المراحل السنيه عندنا. ان شاء الله يبقى للكره شأن في طنطا ان شاء الله في السنوات القادمه. قطاع الناشئين في نادي طنطا حاجه كويسه جدا، الولاد في حتى في المحاضرات لازم يبقى عندهم السبق تملي في عمليه المبادره في المهاجمه، حافظين داخل الملعب، بيشتغلوا كويس، في جراءه هجوميه، عندهم الدوافع ان هم يعملوا كده، فيعني ربنا يكرمهم ان شاء الله في المباريات القادمه ان شاء الله. دي حاجه اساسيه جدا ان احنا بنعلم النشأ للتربيه الكويسه، واللعب النظيف ده حاجه المهم للتعارف والعلاقات الكويسه بين الناديين، وزي ما انت شايف كده علاقتنا كويسه بالجهاز الاداري والفني بالنادي الاهلي، كلنا اصدقاء وبنتقابل بعض بره الملعب وجوه الملعب، ودي رساله احنا بنأديها تقريبا يعني مع كل اللعيبه عندنا يعني كابتن. طبعا لا ده الهدف من قطاع الناشئين ان احنا ندي لعيبه للفريق الاول، ومش عايز اقول لك المجهود المبذول من الفنيين في القطاع كابتن علاء، والاتصال دايما بين الفريق الاول وبين قطاع الناشئين حاجه جميله جدا، كابتن علاء عكاشه وكابتن ايمن زين. وكمان بنشكر مجلس الاداره عندنا على الدعم اللامحدود لقطاع الناشئين الحقيقه، في سبيل ان احنا بنطلع لعيبه للفريق الاول، ودي الرساله اللي هي مقصوده من كل قطاعات الناشئين على مستوى الانديه. لعيبه النهارده احنا الماتش زي حضرتك ما انت شايف، مش هقول الكورتين اللي وصلوا دخل جول، وبعدين هو ما فيش هيبه من او خوف، لان احنا الماتش الاول احنا كسبين 2-1، كسبين النادي الاهلي 2-1، يعني النادي الاهلي في الماتش الاولاني كان احسن من كده. النهارده زي ما حضرتك شايف توفيق وعدم توفيق، الكورتين اللي راحوا عندنا دخلوا جوان، في كور ضاعت مننا كتير وعدم توفيق، بس كل اللعيبه بتوع النادي ولاد النادي مع اي حد بياخده، يعني انا 99 باخد ناس من 2001 وناس من 2002 ومن 2000، يعني قوام النادي كله تحت خدمه النادي. النهارده في 5 في الملعب من 2002 من اللعيب، وفي مجموعه كبيره غايبه، عندنا في لعيب مهم جدا شهاب فتحي بيلعب منتخب مصر مع كابتن ربيع، موقوف النهارده عنده انذار ثالث، وفي حارس مرمى حامد برده مش موجود. عندنا النهارده نقص، والحمد لله بان شكلنا كويس. الحمد لله طبعا على الاداء، الكره مكسب وخساره طبعا، احنا الحمد لله يعني ما كانش حظ محالفنا النهارده، والنادي الاهلي نادي كبير طبعا، هم احسن النهارده كانوا احسن يستاهلوا يكسبوا، وهي الكوره كده يعني الحمد لله على الاداء
وطول طول يعني كل ده يعني فضل الكابتن وشغالين على طول مدربين يعني القطاع عندنا، وان شاء الله يعني ربنا يوفقنا في القادم ان شاء الله. الكابتن طبعا عطيني الحريه اللي انا في الزياده، انا الحريه اللاعب الوحيد اللي انا في الزياده اللي انا زي انا امسك الكوره واطلع بالفرقه لقدام. بس هو بقى النادي الاهلي نادي كبير طبعا قدر يقفل على كده، بس وعملنا اللي علينا الحمد لله، وقدر الله ما شاء فعل الحمد لله.